عشية زيارة مفوض سياسات الاتحاد الأوروبي الإقليمي وهانس هان إلى مدينة بومبي الإيطالية للإعلان عن مساهمة الاتحاد بمبلغ يصل إلى 105 ملايين يورو للحفاظ على المدينة الرومانية القديمة، أوقفت السلطات الإيطالية مسؤولا عن إعادة ترميم موقع المدينة الأثري بتهمة الفساد، وأخضعت 5 أشخاص آخرين للتحقيق في القضية ذاتها. المحققون أشاروا إلى أن مسؤولين عن الترميم كافأوا شركات بمبالغ تم تضخيمها وأنفقوا أموالا على مشاريع أخرى غير المشروع الذي تم الاتفاق عليه. أنطونيو أورلاندو رئيس هيئة مراقبة التراث في إيطاليا يقول: لقد وضعوا العديد من البنى التحتية بالإضافة إلى أدوات جاهزة الصنع وكابلات تمر تحت المنطقة الأثرية، وهذا سبب بعض الأضرار. من هذا المبنى سوف يفتح تحقيق فيما يتعلق بجميع المناقصات التي تم منذ 10 سنوات وحتى الآن. الجدير بذكر أن تلك المدينة الرومانية الأثرية تم تدميرها منذ ما يقرب من 2000 عام جراء ثوران بركان أسفر عن مقتل الآلاف وطمرها تحت 6 أمتار من الرماد البركانية.